أئمة الشيعة العظام اللي هم يقولون أئمتنا. نعم. ونحن نراهم والله أئمتنا ونرى وجوب اتباعهم. الله أكبر. وجوب. ومن لم يتبع الأئمة آل البيت فهو ضال. نعم. شو رأيك اليوم؟ تشيع الشيخ عدنان؟ لا ما في تشيع. يعني أنا أود برضو ألا أخرج عن سؤالي. أنا اليوم أنت برضو مبتسم، واليوم كما حدث فيه هذه الأشياء نعم حدث فيه المقتل. إذن مثل لحظة. نعم. رجل عنده زوجة، تفضل، مات طفل وولد الطفل، يحزن أم يفرح؟ هيفرح لهذا ويحزن على هذا. أحسنت. إذن ليش جبتني أنت جايبني اليوم؟ يقول أنا أراك فرحا ما رأيتك حزينا. إيه؟ رأيت الفرح وما رأيت الحزن. طيب الحزن والله من لم يحزن على مقتل الحسين فهو منافق. الله أكبر. والذي لا إله إلا هو ليسمع الناس، يعني ما عندنا تقية، ثم ما بيجوز تقية بهذا الشكل وملايين من الناس يشاهدوك. نعم. من لا يحزن على الحسين مقتله فهو ضال، ومن رضي بمقتله فهو فاسق وقد يكون كافرا. أعد العبر. لا تورطني انت. لا انا اليوم يعني في تسجيل علي. هي في تسجيل صور. معناها مشكلة. اتفضل. من لم يحزن، ما نقول من يفرح، لا، من لم يحزن على، سأبين أمر ثاني، من لم يحزن على مقتل الحسين فهو ضال فاجر، أما من فرح فهما إما أن يكون منافقا وقد يحكم عليه بالكفر. الذي يفرح في مقتل الحسين، الذي يفرح لمقتل الحسين. لا، هذا رأي الشيخ عدنان ولا هذا رأي؟ لا، ما رأي، هذا رأي الشريعة. كيف يفرح الإنسان بمقتل حبيب من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يفرح الإنسان بمقتل السيد من سادات المسلمين؟ الله تعالى. كيف يفرح إنسان فيه ذرة إيمان؟ نعم. ذرة إيمان برجل سيد شباب أهل الجنة. إذن لماذا لا تجعلون الناس تحزن؟ لماذا لا تخبرون الناس بهذا؟ نخبر الناس بهذا.